معنا كل يوم ضمن صباحنا غير أولى فقراتنا بتكون بجولة على أهم الدراسات والأخبار المنوعة، والبداية رح تكون عن مشروب القهوة. من منا أكيد ما بيبدأ صباحه بفنجان قهوة، لكن البعض بيكتفي يمكن بفنجان واحد يوميا، فيما يفضل الكثيرون تناول القهوة لأكثر من مرة، مما يعرضهم أكيد لمشاكل صحية بسبب الكافيين. لكن الحل مع دراسة جديدة بتقول أنه في أهمية كتير كبيرة للقهوة، خاصة الخضراء، فهي تسبب بحرق الدهون. يعني جربت هي القهوة الخضراء، تأثير حبوب القهوة الخضراء جرب على أكثر من 200 شخص يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وكانت نتائج الدراسة مذهلة، حيث فقد 186 شخص منهم بالشهر الأول فقط من تناول القهوة الخضراء ما يقارب 11 كيلوغرام من وزنهم. لحتى يمكن تساهم هي الدراسة بشيء جديد فعلا انه عن اهمية القهوة الخضراء، بس هو دائما كل شيء معتدل ممكن انه يساعدنا، بس ما يزيد عن حده الطبيعي، يعني مو 5 فناجين قهوة باليوم. بالتأكيد ميسان، كل يوم ضمن صباحنا بنسلط على اهم الدراسات الحديثة، واليوم دراستنا جديدة حول هالقهوة. اما خبرنا التالي او بنبقى اكيد بعالم الدراسات الحديثة، حيث اكد بحث جديد ان الاطفال المولودين عن طريق التلقيح الصناعي يزداد عندهم خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالمولودين بشكل طبيعي. يعني يدعى خبراء الخصوبة أن هناك أدلة متزايدة على أن العلاج الذي تستخدم فيه جرعات عالية من الأدوية القوية لتحفيز إنتاج البويضات يمكن أن يؤدي إلى ولادة أطفال مصابين بارتفاع في ضغط الدم وشرايين أكثر سمكاً من المعتادة، وهذا ما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عند البلوغ. يعني كل شيء جديد اليوم عم نسمعه ضمن فقرتنا المنوعة، ورح ننتقل لخبرنا التالي يلي بيقول انه كتير ضروري اكيد تنظيف الاسنان بعد كل وجبة طعام من اجل صحة الفم وايضا لمنع انبعاث الروائح الكريهة منه. لكن نتائج دراسة حديثة اجريت مؤخرا اظهرت حقيقة خطورة هالممارسة. يعني تبعا لمشروع بحثي لعلماء اكاديمية طب الاسنان بالعالم، تم الإشارة إلى أن تنظيف الأسنان بعد تناول كل وجبة طعام خلال اليوم ضار جدا، لأن القيام بذلك خلال أقل من 30 دقيقة بعد الأكل يؤدي إلى بدء انهيار ميناء بشكل أسرع. يعني كمان سمعنا في عندهم عالم، في عالم بيصير أحيانا عنده هوس أنه هي استخدام فرشاة الأسنان مو مثل ما بيحكوا الأطباء أنه مرتين باليوم، فهالشي دايما بنقول أنه ما عندك مينا أنت، بيقول له كيف ما عندي مينا، بس هي فعلا من استخدام الفرشاة القاسية بيصير هالموضوع. حتى مو بس الفرشاة، يمكن ميسان نوعية المعجون المستخدم كمان بتأثر على صحة الأسنان. كل شيء باعتدال بيكون تمام الأمور. أما هلأ رح ننتقل أكيد لخبرنا التالي. خبرنا التالي بختام جولتنا المنوعة مع فيديو لاقى صدى كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطار يقل حوالي 1000 راكب في الهند ويندفع بسرعة كبيرة على خط السكة الحديدية بعد انفصال عن القاطرة الموجهة دون أي سبب واضح. خلونا نشوف مع بعض هالفيديو. Yeah.
ليسان، هي كانت أخبارنا المنوعة اليوم ضمن برنامجنا الصباحي صباحنا غير. أريج يعني رح ننتقل لفقرتنا التالية، والزمن مثل ما بيقولوا هو أنه كفيل بتخليد كل حدث مهم ممكن يمرق بحياتنا، فشو الأحداث اللي سجلت ذاكرتنا لهذا اليوم نتعرف عليها بالمادة التالية؟ لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1937 فرانك ويتل يختبر أول محرك نفاث وهو على الأرض والمصمم لتشغيل طائرة. في عام 1961 رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين يقوم بأول رحلة لإنسان إلى الفضاء على متن سفينة فوستوكوان. وفي عام 1981 الرحلة الأولى للمركبة الفضاء الكولومبية. من أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1748 العالم الفرنسي في علم النبات أنطوان لوران دوجوسيو. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1971 عالم الفيزياء الروسي إيغور تام والحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958. وفي عام 2014 الممثل السوري عبد الرحمن الأرشي. صباحنا لسه بأوله، بيمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. نوصل لا شخصية اليوم ومنقلب سوا بصفحات فنان غنى للوطن بصوت قوي ومشاعر قوية. سوا منقلب بصفحات حياة الفنان الراحل عبد الرحمن الرشي وأبرز محطات من حياته. لا 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 يعلم دلالي بالعالي غالي 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 نسرك يا وطننا غالي تحت جناحه أنا بتفيا أنا سوري أغياني يالي. بقوة صوته استطاع أن يبث روح الحماس داخلنا، فغنى الوطن وتغنى بخصال القوة الموجودة داخلنا. هو الفنان عبد الرحمن الأرشي الذي ولد في 7 أيلول من عام 1934، قدم أعمالا هامة في السينما والتلفزيون، كما أنه من الأعضاء المؤسسين لنقابة الفنانين السوريين، وكان آخر أعماله الفنية الغربال. أيوة معناتها بيت الأشلان ما لهم علاقة بالقصة. هذا اللي لمسته أخي أبو سالم. والله وأنا كمان هيك كان قلبي حاسسني. لكان مين يا زعيم؟ اللي اللي بوس إيدك فهمني مين. لا تأكل هم، أنا رح أتصرف. اللي شلون شلون وكيف يا أبو سالم؟ كل شيء بوقته حلو، كل شيء بوقته حلو. في السينما حديث آخر لشخصيات خلدت على صفحات الذاكرة، فمن فيلم الثعلب عام 1971 إلى المخدوعون، المطلوب رجل واحد، العار وغيرها من الأعمال. كانت له بصمته الخاصة في عالم الأغنية الوطنية، حيث قدم أوبريت الضمير العربي وأعمالا شعرية تغنى فيها بالشام والمقاومة. والساعد يشبك الساعد ترجع سوريا منارة، والحب يضوي بكل حارة ويرجع هالمجد يتسطر، وكل شي يتدمر بده يعمر بده يعمر بده يعمر. مسيرة طويلة انتهت في 12 من نيسان من عام 2014. كي
جد الرحمة لروحه، يعني قامة من قامات وأعمدة من عواميد يمكن الدراما السورية وأيضا السينما السورية. يعني الكثير من الفنانين السوريين يلي يمكن غابوا عن الحياة هلأ تركوا بصمة كتير كبيرة بسوريا وبالوطن العربي، أريج فعلا مترحم عليهم جميعا. يعني رح ننتقل لفقرتنا الأولى لليوم، محطتنا الأولى لليوم، وبأدوات بسيطة وبأفكار يمكن في الكثير من الإبداع استطاعت المرأة السورية أنه تحول العمل اليدوي لشيء كتير مهم، أنه قدرت من خلاله تترك بصمتها وتكون أيضا سند لعائلتها بكل المجالات. واليوم ضمن فقرتنا الصباحية رح نتعرف على أدوات يمكن الوهلة الأولى نفكرها أنه أشياء بسيطة، لكن وقتها يكون فيها فن وإبداع بتطلع منحوتة جميلة. واليوم السيدة ألبا دكاك رح تعرفنا كيف ممكن يتحول السلك المعدني إلى قطعة فنية، بالإضافة لكثير من الأفكار حول إعادة التدوير. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك ألبا. ألبا، يعني يمكن بأفكار من أدوات غريبة أو ما بتخطر على بال الناس ممكن أنه تطلع قطعة فنية كتير متميزة، كيف ممكن فعلا الواحد يعرف أنه هي الشغلة أو هي القطعة نحن بنقدر أنه نحولها لقطعة فنية؟ هلأ مثل ما عم تقولي أنه أمرات بيكون في عنا أشياء كتير متوفرة بالمنزل عند ربة المنزل، بس هي ما بيخطر ببالها أنه ممكن هي تحولها لتحف أو لقطع كتير مميزة ببيتها. حاليا أنا الحمد لله بهي الدورات اللي عم حاول أشتغل عليها عم سلط الضوء على فكرة التدوير بطريقة كتير حلوة. اليوم رح نحكي عن السلك المعدني. لما بيكون عنا توالف بالبيت أسلاك معدنية هي ما عم نستخدمها، ممكن نحولها إذا زلطنا للشريط شوي فبيطلع عنا للشريط النحاس اللي هو ممكن نستخدم منه استخدامات كتير حلوة، نشكل منه ممكن شجرة أو تحفة تنحط بالبيت. اليوم ألبا، يعني شو سبب اعتمادك على الورق بإعادة التدوير وصنع منحوتات جميلة وأيضا اليوم عم نشوف بالمعادن؟ هلا الفكرة أنا يعني من زمان بحب إنه أخلق من ولا شيء أعمل شيء مميز، يعني وهي طبعا هي بتكون قدرات عند الأشخاص، يعني بتتفاوت بين شخص وشخص ثاني. هلا لما درست فنون تشكيلية صرت أكثر حب اهتم فيها، خصوصا إذا بتلاحظي الفنانين التشكيليين إن كان العالميين ولا السوريين كتير بتشوفي أمرات تحف فنية كتير حلوة من ولا شيء، من خرداوات بتكون. فأنا بيشدني هذا العمل وعلى أساسه بلشت سلط الضوء عليه والحمد لله بلشت أشتغل فيه، يعني بس بقطع بسيطة طبعا. يعني ألبا، يعني خلينا نتعرف معك، يمكن شيء جايبتي، خلينا نتعرف على المواد وكيف ببلش، كيف هي آلية العمل؟ هلا أول شيء مثلا ممكن يكون عندنا بالبيت شريط معدني اللي هو بيكون عليه المطلي العادي. هلا ممكن أول مرحلة نحن نعملها مفروض نشوف السلك المعدني شو سماكته، إنه ما يكون سماكته كتير تخينة. بحاول قصه هيك بهي الطريقة، ممكن استعين بالادوات كلها متوفره طبعا اذا بتلاحظوا بالبيت. فانا يعني غالبيه الناس معها هي الادوات، عندها هي الادوات متوفره هي عند كل السيدات. هلا انا بحب اكد على فكره انه دائما نحن الافكار اللي عم نقدمها افكار كثير بسيطه سهله ممتنعه، بس هي بدها صبر، بس بدها صبر من السيدات لحتى يحصلوا على نتيجة. يعني بدها وقت لانه يمكن الشغل بياخذ وقت، ما وهن كمان فيهم يستفيدوا من وجود اطفالهم، ممكن يعملوا انشطة فنية ويستمتعوا مع اولادهم بهذا النشاط، ما يعتبروا هذا العمل هو بس مختصر عليهم، لانه حتى الاطفال بيحبوا هذا العمل. هلا نحن بعد ما نظلت رح نعتبر حالنا انه زلطنا هذا الشريط ولفيناه على قطعه مثلا بهي الطريقه انه مثل الرول. هلا بناخذ قطعه صغيره، طبعا نحن بيكون في عندنا تنوع بالقياسات، مفروض مره بناخذها بهذا الطول تقريبا شيء 10 سم او 15 سم بهي الطريقه. اذا بتلاحظوا انه الشريط المعدني كثير طري ما هو قاسي. هلا بكل ست بيت ممكن يكون عندها هذا البريق او الخرز السيلان الكسر اذا ظاهر على الشاشه. تمام. هلا انا ممكن اخذ قطعه واحده. هي هذا السلك الصغير يلي بايدك، هذا السلك تمام. المعدني بمرقه، هدول طبعا فيهم ثقوب دائما، بمرقه هيك لحتى اخذ المنتصف
بهي الطريقة. يمكن ربة المنزل عندها يمكن صبر أكثر وعندها طولة بال لحتى يمكن تشتغل هيك شيء، مثل ما قلتي إنه يمكن إذا جمعت أولادها الصغار حواليها وتساعدوا بهيك أشياء ممكن إنه تنمي لهم موهبة عندهم، ممكن إنه هي تبدع بشيء جميل لبيتها، تخلق هيك روح من الإبداع وجو من أشياء مصنوعة بأيدي يعني سيدة البيت. ايه طبيعي، هلا خصوصا اذا هي عندها هذا الذوق الرفيع فهي ممكن تجيب الاشياء حسب ما يتناسب فرش بيتها وتشتغل على الديكور بهاي القطع. هلا انا في عندي السيدات اللي بدربهم حاليا مفتتحين دوره شمع بمركز الرضا وبروضه شمس، مجموعه من السيدات بعلمهم عده مهارات طبعا منها دوره شمع او بالسلك المعدني او بورق الجرايد، وعلى اساسه نحن بنشتغل على فكره معرض بحيث انه نحن نعرض اعمال هي السيدات، وبتمنى اكيد دعوتكم و تشوفوا إنتاجاتهم. نحن بهي الفترة كان في عنا معارض حتى بظل هي الأزمة وبالقذائف كانت السيدات عم تشتغل صحيح. وكتير كان في شغل حلو طبعا. يمكن مثل ما ذكرنا بالبداية صارت تقدر أنه المرأة السورية تكون سند لعائلتها، يعني حتى تمام. فعلا هي صارت سند معيل بكل المجالات ومعيل، يعني صار هالشغل اليدوي عم يساعد كتير، عم يساهم يعني بكل المجالات، حتى هو في إقبال عليه عم تلاحظي من قبل الناس بشكل عام. هلا في إقبال على التعلم بشكل كتير حلو، إنه الست صايرة بتحب تعبي وقتها بطريقة كتير حلوة، وفي إقبال على البيع، يعني حتى في عالم عم لاحظ بالمحلات إنه هي كتير بتطلب هاند ميد، إنه بدها شغل يدوي بحت، خصوصا لما عم يتعرفوا إنه هن سيدات سوريات. يعني رغم إنه يمكن الشغل اليدوي مانو مثل ما بيقولوا كتير رخيص، لا يعني هو وسط سعره، بس مع ذلك العالم يعني عم نشوف باللبس قريج وبالشنط وبكل شيء. هلا اكيد، بس هو الاعمال اليدويه هي مفروض تكون كاجرة عمل اكثر صراحه، لانه بيتطلب كتير وقت اذا مثل ما بتلاحظي. هلا حابه انتقل للمرحله الثانيه، انه انا بعد ما عبيت الخرزه هيك، هلا طبعا انا اخترتها حسب الفرش اللي عندي، انا عاملتها للشجره، بحاول بدي اجمعهم كلهم، فانا بعمل انه بحاول اجمع كل ثلاث قطع كل ثلاث شرايط سلك معدني، انا مفروض اجمعهم بهي الطريقه، اللي بالنص بتكون طويله وهدول بيكونوا اقصر بشوي. وبحاول بلاحظي ان الادوات كتير بسيطه، انه حتى انا ماني بحاجه لادوات حاده كتير، لانه السلك المعدني كتير طري. هلا انا بحاول شكلهم هيك، بحاول اغلب البرق بيشتغلوا بهي الطريقه. بعدين بتجمعيهم؟ هلا كل ثلاثه جمعناهم. هلا بعد ما جمع كل ثلاثه برجع بحاول شكل الغصن، اللي هو كيف الشجر الطبيعي، كل ما كان طبيعي بطريقه تشكيله بيعطي حيويه حتى لو هو سلك معدني. هلا اذا مثل الملاحظه انا صرت مشكله ثلاثه، هلا رح شكل بعض قطعه. وقت الصبايا يلي بتدربيهم اخر شيء تطلع معهم، يمكن اول مره بيكونوا عم يشتغلوا هاند ميد، تطلع معهم هيك قطعه حلوه وظريفه، وخاصه ان هن بذلوا مجهود فيها، قديش بتكون فرحتهم كبيره؟ قديش هيك يمكن بتباهوا بشغلهم؟ هلا كثير بينبسطوا انه انت عم تعلمينا انه ولا شيء هو هذا الشيء، يعني سلك معدني متوفر عند الكل، بس ما بيخطر ببالهم، بيقولوا ما بيخطر ببالنا نحن انه رح يطلع هي القطعه. امبارح بدرس باحدى الدروس اللي عم معلمها خطرت ببالي فكره وانا عم بحكي مع الصبايا، انه نحن اذا جبنا سيديات تالفه ممكن نشكلهم مع ورق الجرايد بقطع مدوره طبقات، فرحنا رح يتشكل عنا شكل اسطواني كبير. الست صبت عملت شمع بطريقه كثير حلوه، بوجه لهم تحيه لكل السيدات اللي انا بشتغل معهم، وبتمنى لهم دائما انه النجاح بحياتهم. شكلت الشمعه والسلك والخرز هو مناسب كثير لبيتها تركواز، وحطيت الصوره انا على صفحتي اللي بحب نوه عنها، اكيد هي فن ورقيات قلبها. القطعه شكلناها بطريقه مثلا من تحت بشكل هرمي وحطينا الشمع فوق، كثير نالت اعجابهم، هن تفاجئوا انه كيف عملتي من ولا شيء كثير شيء حلو. ف
فقلت لهم انتم كثير كثير متوفر عندكم مواد، دائما بتقولوا ما في بالبيت او صحيح. ما متوفر، لا هو كل شيء متوفر. يعني انه هي الفكره. هلا انا بلشت سلط الضوء انه هن صاروا ينتبهوا اكثر لاغراضهم، بيهتموا فيها اكثر، انه ممكن ينعمل، صارت نظرتهم لاغراضهم يمكن مختلفه. مع انه يمكن بنلاقي انه الكل تقريبا بيشيل اغراض بيقول انه هو بيعاسته، انه لا هي خليها نحن بيعاسته، بعدين اخر شيء بيمسكوها بيكبوها. بس لا هي عن جد بيكون العازه لو نعملها اعاده تدوير واستخدامها بطريقه ما. شكلتي الغصن هلا؟ هلا شكلنا الغصن بهي الطريقه. طبعا نحن مفروض نكون عاملين بنفس الطريقه نكررها لحتى يصير عندنا كميه كبيره. هلا بالنتيجة رح أعمل بعد غصن واحد. تمام. البا شو ممكن نحن نعمل عن طريق أسلاك المعادن وهدول الخرز غير الشجرة؟ هلا مثل ما عم قلك ممكن نعمل، هي بالبداية أهم شيء الشجرة. اشتغلنا منها مثل بروشات للتياب كتير حلوة فكرتها. ممكن تعملي منها طوق أو بروش أو بكلة للشعر ممكن يتساوى. هلا في كتير أفكار ممكن نعملها، بس كل إنسان حسب احتياجه هو ممكن يخدم الفكرة أو العمل. صراحة حسب نحن الدورات اللي عم مفتتحينها خدمناها بطريقة بتزيين كاسات أو نعمل شجرة، ما بعرف شو بيطلع معنا لبعدين يعني صراحة. يعني كمان قديش يعني عم تساهمي انه يعرفوا الصبايا انه هو كمان مو بس يمكن الشغل لبرا لحتى يبيعوا، كمان انه هن يستفيدوا منها يعني للقطعة. هلا بالبدايه نحن بنعلمهم لحتى يتعلموا يطوروا مهاراتهم بالحياه، وبعدين بصيروا يفكروا انه بمشروع مادي من خلال المعارض اللي تقام عاده. ممكن حدا مثلا تحب السلك المعدني فبصير عليها طلب على السلك المعدني. يعني انا بعرف سيدات انه قالوا لي اشتغلوا بالسلك المعدني. هلا وحتى الاجر عمليا هن عرفانين يحددوه، يعني انا بساعدهم كيف يحددوا سعر القطعة، مجهودهم الشخصي، كيف يشتغلوا على هذا الموضوع. مثل ما عم قلك كل إنسان هو النمط اللي بيحبه بيشتغل فيه وممكن يطوره. عندي سيدات اشتغلت على ورق الجرايد وحاليا هي عم بتبيع الحمد لله. كل إنسان هو شو الشيء اللي بيحبه بيقدر ينجح فيه طبيعي. هلا بعد الغصن اللي شكلته، هلا بعد ما شكلنا نحن طبعا عملنا غصن قطعه صغيره كثير. اذا مثل ما ملاحظين انا جايبه نموذج اللي هي الشجره هي اكبر. هلا طبعا هي القطعه هي جزء صغير من هي القطعه. انا مفروض اعمل غصن، هذا هو هذا الجزء. بعد ما بعمله تعملي جزء ثاني وبتشكليهم، برجع بجمعهم كلهم بقطعه واحده. هلا بعد ما جمعتهم بهي الطريقه، طبعا هذا الوقت بيحتاج وقت، يعني انا بنوه كثير عليها. ايش يعني هي الشجره بتاخذ وقت؟ تقريبا شي 8 ساعات وهي بعدها ما انا خالصه. بس انا بالنسبه لي هي تسلايه، يعني عم بستمتع انه انا عم بعمل شيء لبيتي. ممكن ما يكون يعني 8 ساعات بشكل متواصل اذا لحالي. ايه 8 ساعات بس اذا انت عندك حدا عم يشتغل فيها ما بتاخذ ساعتين ثلاثه. طبعا قلبا بس قلتي لنا على الغصن انه هن صغير، يعني كيف صار السلك اكبر؟ يعني بتكبري السلك كل مره؟ اي شكرا للسؤال كثير مهم. هلا بعد ما انا عملت هي القطعه بصير انا مثل ما ملاحظه انا الشرايط المزلطه انا ماني مقطعتها. هلا كل ما هنالك انا بصير بطول الشريط بنفس الآلية العمل، تعملي اغصان انا بس أكبر. بعملها هي اطول لحتى انا لما بده يطول بصير بسبب الطول الموجود عندي هون. هلا الفكره انا بس تطول هيك ساعتها انا ممكن اذا حبيت هذا الشجره احطها على طاوله صغيره، هي ما انا بحاجه لتكون اكبر. انا عامله قطعه من الجرايد هي اعتبرتها قاعده للقطعه. هلا انا فيني طبعا بعتذر انه ماني جايبه السيليكون معي، بس ممكن نحن نحط نقطه سيليكون ونثبتها بهي الاليه. وممكن نجيب حجار نهريه او حجار سود مثلا ونشكلهم حواليها للقطعه، وطبعا هيك فينا نعتبرها انه هي القطعه تقريبا جاهزه. او فينا نحطها مثلا على صحن ازاز بتطلع كثير حلوه. هلا ما بتتدخل معنا قلبها؟ هلا بتتدخل هي بس ما بتثبت. قلبا قديش دمج يمكن القصص مع بعضها، دمج العمل انه مثلا هلا هون عم نشوف شيء عملتيه من الورق حاسي، قديش بتدمجي الادوات اللي بتكون متوفره عندك لحتى تطلع تحفه فنيه اجمل واحده؟ هلا كثير بحاول ادمجها بس تخدم بطريقه صحيحه. يعني في مواد هي قابل انه تكون مدموجه مع بعض وبتطلع اخراجها حلوه. في مواد لا،
طبعا كتير بنوه عليها أثناء تدريبي لما بفتتح ورشات، منخبرهم كتير للسيدات شو اللي بيناسب كل شيء معه شيء. ألبا يعني هل برأيك اليوم الهاند ميد والأشياء اليدوية صارت عم تنافس السوق؟ هلا ما راح تنافس السوق، بس عم اقول لك هي في لها طلب، لها اسواق خاصه. طبعا عمليا يعني في اشخاص هي بتحب الهاند ميد، ما بتحب الشيء الجاهز، بتحس فيه روح وفي تميز وفي فن، عرفتي، في بصمه خاصه موجوده بكل شخص، فهن بتفضل الهاند ميد اكثر. يعني انت كسيده سوريه شو اللي بتحسي اضاف لك العمل اليدوي؟ شو الشيء اللي اضافه لحياتك من وقت ما بلشتي تشتغلي فيه وفتي بهذا المجال؟ هلا انا صراحه انا بديت عملي فيك تعتبري ببدايه الازمه، يعني يعني تعلمت الورقيات واشتغلت على حالي ضمن معارض. هلا بالنسبه لي كثير اضافت، عبت لي وقتي بطريقه عبت لي وقتي بطريقه كثير حلوه وصحيحه، حتى خليت كل العالم تعرف قيمه وقتها بطريقه افضل. يعني في عالم كثير بتمضي حياتها بصبحيات او ظهر، لا نحن خليناها تتعلم، او حتى انا تعلمت صراحه كيف عبي وقتي ووقت اولادي بطريقه افضل. مفيد. اي اكيد. البي اللي حابب يتعلم هالاشياء الجميله كيف بيقدر يتواصل معك؟ كيف بيقدر يستفيد من هالصناعه اليدويه الرائعه يلي عم تعلميها؟ هلا في تواصل، نحن حاليا انا عم علم بروضه شمس مبدئيا، مفتتحه دورات مسائيه للسيدات يومين بالاسبوع عم بتكون، وفيهم يتواصلوا على رقمي 0988036158. شو الجديد يلي عم تحضري له هالفتره؟ حاليا نحن مفتتحين بروضه شمس، هي روضه بمنطقه جرمانة صراحه، عم درب فيها مجموعه سيدات ورقيات، طبعا عم نشتغلها شوي بآلية مختلفة عن الأشياء اللي عادة بقدمها. رح نشتغل فيها لوحات فنية، وإن شاء الله بنهاية الدورة، يعني هي مدتها شهر شهر ونص الدورة، من خلالها بياخذوا المبادئ الأساسية وبشكلوا لوحات فنية، وبنعمل لهم معرض صغير ليحسوا بقيمة العمل اللي هن عم يشتغلوا. إن شاء الله. بالتأكيد نحن نتمنى لك التوفيق ألبا، وتحية لكل سيدة سورية مبدعة. شكرا كثير لك لوجودك معنا لليوم، فعلا اريج التحيه لكل السيدات سوريا يلي عم يتركوا بصمه لهم بكل المجالات. اكيد ميسان. اما هلا رح ننتقل لمادتنا التاليه، ورح نروح سوا لمحافظه حماي اللي شهدت تجربه اولى من نوعها على مستوى سوريا، وهي اختبارات ستاتفورد الصوره الخامسه للذكاء العالمي على اكثر من 200 طفل وطفله من طلبه المدارس والجامعات. تفاصيل اوفى بتقرير مراسلنا علي شحود. بهدف دعم القدرات العقليه لدى الاطفال والشباب، اجرت اكاديميه كن نفسك في حما اختبارات ستانفورد بيني الصورة الخامسة للذكاء العالمي كتجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى سوريا لمجموعة من الأطفال وطلاب المدارس والجامعات، تجاوز عددهم 200 طفل وطفلة وشاب وشابة في مجالات اختبارات الذكاء كمقياس علمي متدرج ليتناسب مع السن والقدرات العقلية. هذا المقياس خاصة في الظروف الراهنة مهم جدا، لأن ما جرى يتطلب في الطور الثاني أو الطور التالي لما جرى في بلدنا، يتطلب إعادة بناء الإنسان. بناء الإنسان يتم من خلال بناء تفكيره، بناء التفكير، البناء التنموي، البناء التحفيزي، بناء المهارات الحقيقية، يحصن الإنسان ويؤسس للدعامة حقيقية لصناعة أمة ناجحة متقدمة ومزدهرة. تعتبر اختبارات ستانفورد بيني الصورة الخامسة أدوات القياس والتشخيص مؤشراً هاماً يمكن من خلاله تحديد نقاط القوة والضعف لدى الأطفال والطلاب والجوانب المختلفة للموهبة والتفوق. سمعت عن مقياس ستانفورد بيني بنسخته الخامسة وعن النتائج المذهلة اللي كانت عم تطلع منه، فحبيت أني أنا جرب هذا المقياس بما أنه أنا عندي طاقة هائلة وعندي مواهب متعددة، مشان أنا أعرف حالي وأعرف أنه أنا لوين أتوجه بشكل صح. حالياً أنا صرت بالجلسات الأخيرة وفعلياً لاحظت فرق كتير كبير بتعاملي مع حالي، بفهمي لحالي، فكوني أنا مهتمة بالمسرح صرت أعرف على أي جانب أنا أتوجه. اختبارات ستانفورد تشمل الفئات العمرية ما بين 3 سنوات وحتى سن 80،
وذوي الإعاقات العقلية المختلفة والأسوياء أيضاً. ويقيس الاختبارات 4 قدرات هي الاستدلال اللفظي والاستدلال المجرد البصري والاستدلال الكمي والذاكرة قصيرة المدى، كما أنها تجرى للأطفال حسب قدراته العقلية وعمره الذي يحسب باليوم. أريج هلأ صار وقت نروح لجولة على أبرز الأخبار الثقافية، والبداية رح تكون مع محرك البحث جوجل الذي يحتفل بالذكرى 86 لميلاد النجم العالمي عمر الشريف الذي ولد في الإسكندرية بمصر عام 1932. بدأ عمر الشريف مشواره الفني خلال خمسينيات القرن الماضي في السينما المصرية، وكانت بداية مشواره الفني إلى العالمية بأوائل الستينات عندما التقى بالمخرج البريطاني العالمي ديفيد لين الذي رشحه لتأدي الدور في فيلم لورانس العرب عام 1962. لورانس العرب هو اللقب الأشهر لنجم العالمي عمر الشريف المأخوذ عن اسم الفيلم الذي شارك فيه. وإلى خبرنا التالي، حيث يحتفل المصريون بعيد شم النسيم المرتبط بحلول فصل الربيع، والذي يعتبر فرصة لجميع العائلات لقضاء يوم كامل في الحدائق والمنتزهات. خلونا نتابع شوي من أجواء العيد. أما هلأ رح ننتقل إلى عالم السينما أريج، حيث تصدر فيلم الرعب مكان هادئ صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الجاري، محقق إيرادات بلغت أكثر من 50 مليون دولار، والفيلم بطولة إيميلي بلانت وهو من إخراج جون كراسينسكي. خلونا نتابع مشاهد من الفيلم مع بعض. At the beginning of the film, you meet a family and they seem to be living silently. There's been an invasion, and most of the earth has been wiped out. If you make sound, something will come and get you. That's the real challenge they face, a family with young children who have to live silently. For me, in many ways, as a mother, it represented my deepest fear. Who are we? We can't protect them. About what they're having to overcome, and it is the most tense film just because it's so very frightening. يعني لهون ميسان بتكون خلصت جولتنا الثقافية. فاصل صغير ومكملين باقي فقراتنا.
نيجي اليوم بمحطتنا القانونية رح نحكي عن موضوع يمكن بهم الكثير من الأشخاص وفعلا يمكن له أهمية كتير، اللي هو عن إيجارات البيوت وقانون عقد الإيجار والإخلاء الموسمي. فالقانون يقول: العقد شريعة المتعاقدين، وهو آخر ما اصطلح عليه المشروع لناحية تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر، عندما أخضع المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2001 العقارات المؤجرة في سوريا لإرادة المتعاقدين. لنتحدث أكثر عن هذه المشكلة القانونية بسرنا أن نناقش هذا الموضوع مع المحامية وسام لحاوي. يسعد صباحك وسام. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا وسهلا فيكي وسام. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على قانون عقد الإيجار. أهلا وسهلا يا صباح النور. بداية بتاريخ 15/2/2001 صدر القانون رقم 6 لعام 2001، وهو قانون الإيجار القديم والذي ينظم هذه العلاقات. وجاءت في المادة الأولى منه الفقرة ألف: حرية التعاقد بالنسبة للمتعاقدين لتأجير العقارات المعدة للسكن والسياحة والاصطياف. وأبقت المادة الأولى أيضا في الفقرة ب: العقارات الأخرى المؤجرة في ظل مرسوم 111 لعام 1952 والعقارات الأخرى المؤجرة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون المعدة لممارسة أعمال سياحية ولممارسة الأعمال التجارية والصناعية والمهنة الحرفية وأيضا العلمية المنظمة قانونا، أي أنها الخاضعة للتمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار. ليأتي بعدها في وصدر هذا القانون كما أسلفت في بداية حديثي بتاريخ 15/2/2001، إلا أن نفاذه كان بتاريخ 21/2/2001 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث أن القانون يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ليأتي بعده القانون رقم 10 لعام 2006، وهو الذي صدر بتاريخ 26/2 لعام 2006 والذي جرى نفاذه بتاريخ 9/3/2006 وهو التاريخ الذي نشر فيه في الجريدة الرسمية. عدل هذا القانون المادة الأولى به في الفقرات ألف وب ودال باستثناء الفقرة جيم. هذا التعديل الذي جرى في هذا القانون الجديد يكون فقط على العقارات التي جرى التأجير، لا يسري على العقارات التي جرى تأجيرها قبل نفاذ هذا القانون. أي أن العقارات التي جرى تأجيرها بعد نفاذ التاريخ 26/2/2001 وهو القانون السابق، القانون رقم 6 لعام 2001 وحتى تاريخ 9/3/2010 وهو التاريخ للقانون رقم 10، يسري هذا الموضوع على العقارات القانون القديم. ليأتي بعدها القانون رقم 20 لعام 2015 وهو القانون الذي جرى نفاذه بتاريخ 18/11/2015 والهدف من ذلك هو دائما الحث بالتشريع السوري نحو إيجاد الحل الأفضل وإيجاد العلاقة المثلى التي تنظم العلاقة الإيجارية ما بين المستأجر والمؤجر. يعني خلينا هيك هلا حكينا عن يمكن القوانين، خلينا نحكي بشكل أبسط من القوانين بالنسبة للناس اللي عم تتابعنا هلا، أنه كيف ينظم القانون عقد الإيجار وكيف بيكون كيف بتكون العقود؟ تماما، سؤال هام وهام جدا في هذه المرحلة. إذا أنا وحضرتك باللغة البسيطة، إذا أنا بدي استأجر من حضرتك عقار أنت بتملكي سواء كان سكني أو غير سكني، تتجه إرادتنا نحن مبدئيا لإيجاد هذا الموضوع. كيف يمكن القانون أن يحمي حق المؤجر وحق عقاره في حال استرداده؟ القانون نص في المادة 3 و4 من القانون رقم 20 لعام 2015 بأن توثق هذا عقد الإيجار ضمن الوحدات الإدارية المحافظة البلدة. يؤخذ في هذا العقد هوية كل من المؤجر والمستأجر، تفاصيل الهوية بشكل كامل، أيضا تحديد أوصاف المأجور، البدل الإيجاري، المدة السنوية التي مدة بدل الإيجار التي يكون فيها هذه المدة المنظمة لهذا العقد. أيضا في هذه الأحوال نحن نتطلب إلى حصول الموافقة الأمنية بسبب الظروف التي نحن نمر بها، وهذا موضوع هام جدا. أيضا ينزل في هذا العقار من ينزل مع المستأجر من عائلته، تحديد أسمائهم، وهذه خطوة هامة جدا لحماية المؤجر في هذا الموضوع. هنا يكون في رسم يستوفى وقدره 1% من قيمة البدل الأجر الشهري الموجود في هذا العقد.
من هو المؤجر؟ من يستطيع أن ينظم هذا العقد؟ يعني أي مالك يستطيع بهذا العقد؟ الذي يستطيع أن يقوم بتنظيم هذا العقد هو المالك أو المستقل، يعني الذي يملك 2400 من 2400 سهم، أو المالك على الشيوع. لكن يرجى الانتباه، هنا يجب أن يكون يملك 75% من قيمة هذا العقار، أي 1800 سهم الحد الأدنى من أصل 2400 سهم. يقوم بتنظيم هذا العقد ونحصل على يوثق بصورة رسمية. عندها يصبح هذا السند الذي اتجهت إليه إرادة الطرفين هو سند رسمي. هنا هذه هي النقطة الجوهرية التي حمت بها المؤجر حق المؤجر في حال انتهى العقد، أو أن المستأجر لم يعد يدفع بدل الإيجار، يستطيع هنا بما أنه قد توجه المستأجر إلى تنظيم هذا العقد في البلدية في الوحدات الإدارية المنظمة، يستطيع فورا أن يكون هذا العقد هو سندا رسميا. نعم. ماذا نعني بقصة يعني بمصطلح سند رسمي؟ مصطلح سند رسمي هو سند تنفيذي، أي أن القانون مع قانون الإيجار مع قانون أصول المحاكمات المدنية هنا قد توجهوا إلى اعتبار هذا السند وهو سند تنفيذي، لأن الأسناد التنفيذية تنفذ بقوة القانون، تنفذ جبرا، بيحمي الطرفين تماما، تحمي الطرفين، تنفذ جبرا. ماذا نقصد بأنه ينفذ جبرا؟ يعني هي مصطلح كذا. الأسناد الرسمية الأسناد التنفيذية هي عبارة عن الأوراق الرسمية والأحكام والعقود الرسمية التي أعطاها القانون هذه الصيغة. بما أنه القانون عقد الإيجار قد توجه إلى صب هذا العقد الرسمي ما بين الطرفين إلى اعتباره سندا تنفيذيا، فهو يوضع في سند في دائرة التنفيذ. أي أن في حال حصول أي خلاف، في حال انتهت مدة الإيجار ولكن المستأجر بقي ولا لم يخرج من هذا العقار، يستطيع هنا المؤجر أن يضع هذا السند التنفيذي لدى دائرة التنفيذ المدني. ويخطره، ويستطيع بذلك أن لا يدخل أمام محاكم الموضوع. أي أن في حال اتجهت إرادة الطرفين إلى توثيق هذا العقد لكن خارج الإدارة المحلية، عقد براني بيننا نحن متفقين، هذا يمكن عم بيكون شائع يعني بالفترة الأخيرة، ويمكن بظل الظروف الاجتماعية الصعبة اللي عم نمر فيها عم يتم استئجار وتأجير بعقد مثل ما قلتي يمكن بيناتهم براني أو حتى أوقات بدون عقد كمان. تماما، للأسف هذه مأساة، فالمستأجر هنا يبقى يعني بالعقار ولا يخرج ولا يدفع بدل الإيجار في هذا الموضوع. لذلك نحن والقانون قد أقام تسهيلات رائعة جدا من أجل إيجاد هذا الموضوع، وهو إيجاد جعل العقد الإيجار سندا تنفيذيا ووضعه مباشرة في التنفيذ. عندما يوضع في التنفيذ هو الآن المؤجر بغنى عن وضعه أمام محاكم الموضوع. يعني في حال مثل ما تطرقت الأستاذة إريج أنه نحن بدنا نحطه سند براني، نحن في ثقة بيناتنا، نحن أوكي رح نحطه بهذا الموضوع. بحال بقي المستأجر موجود في هذا المنزل، يضطر المؤجر أن يلجأ إلى محاكم الموضوع وليس إلى موضوع التنفيذ مباشرة. محاكم الموضوع تبقى سنوات في هذا الموضوع. وسام يعني كمان يمكن عم يصير فكرة أنه إذا العقد ممكن يكون لأكثر من سنة، أو كيف بيتم تنظيم هذا الموضوع؟ الموضوع لا يجوز بتوكيل الإدارة، نحن لا يجوز أن يكون هذا العقد لأكثر من 3 سنوات، خاصة كان الأجارات التجارية سنة واحدة. تماما، نحن سنة واحدة وتجدد في حال موجود هذا العقد، و3 سنوات هو حق الإدارة. يعني حتى لو في وكيل قانوني يريد أن يؤجر هذا العقار للآخر لا يستطيع أن يؤجره أكثر من 3 سنوات. سنة أفضل، سنة في السنة أفضل، وكذلك حماية للمؤجر، حماية لأوضاعه. نحن يمكن حكينا كثير عن حماية المؤجر، بس كمان المستأجر أحيانا عم يكون بده حماية، يعني عم يكون في حالات أحيانا إخلاء تعسفية يمكن إذا بدنا نقول للمستأجر، كمان حمايته كيف عم تكون للمستأجر؟ تماما، من خلال القانون طبعا. تماما، لا يوجد إخلاء تعسفي. الإخلاء حتى يتم يجب أن يكون مستندا إلى كما أسلفت سابقا عقد إيجار منظم ضمن الوحدات الإدارية، أو إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية يكون في أمام هي مراحل، أمام محكمة الصلح ومحكمة النقد. هنا نجد أن هذا الموضوع لا يكون تعسفيا لأنه بمر بمراحل متعددة، يعني مو فورا نحن بدنا نطلعك، ما في شيء بقوة القانون بيقول لك أنه أنا فورا بدي طلعك إلا كما أسلفت هو عقد الإيجار المنظم ضمن البلدية. إلا أن القانون رقم 20 لعام 2015 أبقى على حالات الإخلاء، وهي 7 حالات منصوصة عليها سابقا في قوانين الإيجارات السابقة، أبقى عليها موجودة في هذا القانون. مثلا
لنأخذ مثال على موضوع حضرتك، إذا كان قصر المؤجر، طبعا هي العقارات هي العقارات الموجودة الخاضعة للتمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار، في حال قصر هذا المستأجر بالدفع، هنا المؤجر لا يستطيع أن يخليه فورا، يقوم هذا المؤجر بتوجيه إنذار عدلي أو بطاقة بريدية مكشوفة يطلب فيه تحديد بدل، يطلب فيه أن يسلمه بدل الإيجار عن السنة، وتكون لها شروط معينة، يعني يجب ذكر فيها تفاصيل معينة حتى يتم هذا الاسترداد. ننتظر 30 يوم وليس شهر، يعني 30 يوم لأنه شهر ممكن يكون 28 ممكن يكون 31، إحنا بننتظر 30 يوم، في حال ما سدد الالتزامات المترتبة عليه يلجأ المؤجر إلى رفع دعوة من أجل إخلاء لعلة التقصير بالدفع. هنا أيضا عند تبلغه لهذا المؤجر ننتظر مهلة 30 يوم، القانون مع المستأجر لأبعد حدود، ننتظر مهلة 30 يوم، إن لم يدفع في هذه الفترة اللي هي 30 يوم و30 يوم سابقة فهي 60 يوم، إن لم يدفع في هذه المهلة هنا يحكم بالإخلاء لعلة الترك، وإن دفع خلال هذه المهلة فهو يدفع غرامة قدرة 5% من البدل السنوي، بالإضافة إلى أنه يسجل عليه تقصير لعلة الدفع ولكن لا يخلى في حال أنه قد قام بالدفع. أيضا من حالات الإخلاء هي ترك المأجور لمدة سنة كاملة انقطاع، هي فقط بالنسبة للعقارات السكنية حيث أن اجتهاد محكمة النقض قد أوجب ذلك فقط للعقارات السكنية وليست للعقارات غير السكنية، استقر الاجتهاد على هذا الموضوع. في حال أنه قد تم ترك هذا المأجور مدة سنة كاملة، سنة وأنت ما أنك موجود بهذا المنزل، فمن باب أولى أنه صاحب العقار يسترده ولكن لا يستطيع مباشرة فعل ذلك، يلجأ إلى القضاء ويلجأ إلى المحاكم الصلحية، والمحاكم الصلحية هي التي تبت بذلك. نسمع عن الأجارات القديمة يمكن يلي المستأجر بدل قاعد فيها لفترة طويلة، خبرينا عن كيف بيكون نمط الأجار القديم. الأجارات القديمة هي التي خاضعة للمرسوم 111 لعام 1952 كما أسلفت لحضرتك، هي الإيجارات التي تكون موجودة، يستطيع المؤجر أن يرفع دعوى إنهاء علاقة إيجارية مقابل 60/40 بهذا الموضوع، ويستطيع أن يسترد عقاره. طبعا العقار يجرى عليه الكشف الخبرة أمام محكمة الصلح المدنية، وهذه الخبرة الصلح هي عائدة لمحكمة الصلح ولا إشراف عليها ضمن محكمة النقض، أي أن محكمة الصلح المدنية هي صاحبة القرار في الخبرة التي تجريها. كمان يمكن نسأل عن الإجراءات المتبعة للمواطن في حال حدوث الإخلاء الموسمي. تماما، سؤال هام ووجيه جدا بهذه الوقت وبهذه اللحظات اللي حضرتك ذكرتيها قبل شوي. أنا أجرت حضرتك هذا العقار، نحكي باللغة البسيطة من شان المشاهدين يقدروا يعني يتماشوا معنا. تماما، أنا أجرت حضرتك هذا العقار، انتهت المدة، سلميني العقار، أوكي بعد فترة بدي العقار، ما استلمت منك العقار، فأنا ألجأ إلى وضع هذا العقار، العقد المنظم ضمن الوحدات الإدارية عند انتهائه أمام دائرة التنفيذ المدني. الإجراءات المتبعة هي كما يلي: لا يجوز المسؤول أمام دائرة التنفيذ المدني إلا بواسطة وكيل، الوكيل هو الذي يمثل هذا الموضوع، يضع هذا الوكيل القانوني وهو محامٍ يضع العقد ويطلب فيه تحديد موعد للإخلاء، يقرر رئيس التنفيذ تحديد الموعد ويختار صاحب العلاقة، لديه مهلة للإجابة، إن لم يجاوب فورا يسابر على التنفيذ. غالبا الإجراءات التي يتبعها بعض الزملاء، وهي للأسف يعني نحن نعاني من أزمة أخلاق، أزمة أخلاق موجودة ضمن جميع الفئات وجميع المجالات العمل، يلجأ بعض المحامين الزملاء إلى عرقلة إجراء التنفيذ الإخلاء والمباشرة فيه. كيف يكون ذلك؟ عندما يحدد موعد للإخلاء وهو صاحب العقار هو حقه في ذلك، يلجأ إلى استئناف هذا القرار فيتأجل الموعد، هو يعلم مسبقا أن هذا الاستئناف سيرد شكلا وسيرد، إلا أنه من أجل المماطلة والتسويف يلجأ إلى الرد، إلى استئناف هذا القرار يرد، ويلجأ أيضا إلى مخاصمة قرار رئاسة التنفيذ، هنا إلى مخاصمة قرار رئاسة محكمة الاستئناف الأولى كونها هي الناظرة دائما في قضايا التنفيذ. الموضوع هنا أن الملف يؤخذ بكامله إلى هيئة المخاصمة، فيحرم المؤجر من حقه في التنفيذ مباشرة والحصول على حقه. وسام حكينا عن نظام يمكن الأجارات، هل هناك نية يمكن بتطوير هذا القانون؟ تماما
تماما، هناك نية والنية موجودة، والعمل المباشر على هذا الموضوع جاد وقائم. فقد تم تشكيل لجنة، الشكر موصول لسيادة وزير العدل من منبركم الكريم هذا، الشكر موصول له ولجميع القائمين على تعديل القوانين. فقد قامت لجنة محددة من قضاة ومحامون، وهنا الرائع جدا تتمازج الآراء ما بين قضاة ومحامون حول موضوع الإصلاح، وحول موضوع أنه كيف نحن نستطيع أن نحصل على أرقى ما يمكن ضمن قوانيننا السورية. وكانت من ضمن الاقتراحات المأخوذة في هذا الموضوع أنه المشاكل التي تتعرض لها دوائر التنفيذ والمحاكم الصلحية حول مواضيع الإيجار مطروحة أمام هذه اللجنة من أجل أن تقوم على تعديلها وصياغة القانون من أول وجديد بما يناسب القانون، بما يناسب الشعب السوري الراقي الذي يستاهل دائما النصر بكل مجالاته. إن شاء الله يا رب. نحن بنشكر وجودك معنا لليوم وللمعلومات اللي عطيتنا إياها لك وسام، شكرا لك. أهلا وسهلا وسام ريحاوي، شكرا لكل المعلومات اللي أضفتيها لصباحنا. الشكر موصول لمقامكم، وإن شاء الله دائما بالتوفيق والنصر لجيشنا ولأبطالنا، والحمد لله رب العالمين عم ننجز بجميع المراحل رغم هذه الأزمة. الحمد لله، شكرا كثير لك وسام. أما هلا أريج رح ننتقل إلى ريف حماة وتحديدا مدينة السلمية، حيث قام فريق رعاية الطفولة التطوعي بتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية للأطفال الأيتام وأبناء الشهداء. تفاصيل أوفى مع مراسلنا بحدين فهد. تحت عنوان عين على الأطفال الذين لا معيل لهم، قام فريق رعاية الطفولة التطوعي في مدينة السلمية بدعم كافة الخدمات الاجتماعية ورعاية الأطفال الأيتام وأبناء الشهداء، حيث أقيمت أيضا مبادرة صحية تحت عنوان شفا العينية التي تسعى إلى تقديم العلاج المجاني لأكثر من 500 طفل. فحص العيني عند الأطفال قبل 10 سنين مهم جدا، يعني مشان تفادي المشاكل المستقبلية بالبصر، خصوصا هاي الفئة ممكن تكون مهملة من ناحية الفحوصات العينية. فإن شاء الله نقدر نساعد ونقدم الإمكان لهالأطفال الأيتام وأهالي الشهداء. حاول نقدم فحوصات بشكل مجاني توصل لعدد الأطفال اللي عنا من الفريق والأطفال اللي يعني من زاوية الشهداء. بتمنى كل الدكاترة إذا عندنا هاي المبادرة وأصحاب العياد البيضاء اللي نحن كتير بحاجة لإلي لنغطي هاي الشريحة من الأطفال. أنا بنت كفيفة تعرضت لهي الحالة كان عمري 5 سنين، ففي أمور كتير ما بينتبهوا عليها الأهالي، هو موضوع ارتفاع الحرارة أو ممكن يكون حول بدائي للطفل. ففحص العيني هو كتير مهم للأطفال من الصغر. جايين من لعنا عشان عين ولادة 3 ومعالجة عينية. هي خطوة تسعى لزرع البسمة على وجوه أطفال عانوا بفقدان أهلهم، ليبقى العمل الإنساني اللامحدود عنوانا لكل سوري محب ومعطاء. ميسان، لهون بيكون وصل صباحنا لختامه ورحلتنا الصباحية انتهت، لكن أكيد مكفيين مع باقي برامجنا على هوا الإخبارية السورية. بنتمنى لكم مشاهدينا بقية نهار يحمل كل السلام والخير لكم، وبنهاية الأسبوع بنتمنى لكم عطلة أسبوعية كلها راحة إن شاء الله. بقية نهار إن شاء الله يحمل كل الأمل لكم مشاهدينا. بنلتقى نحن وياكم بحلقة صباحية بكرة الساعة 9 الصبح. من هلا لوقتها تبوا بألف خير. باي باي باي.